نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس بالتعاون مع قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب وأسرة من أجل مصر المركزية ندوة بعنوان الحب حياة بمشاركة الإعلامي أسامة منير وبحضور الآلاف من الطلبة والطالبات. وتحدث الضيف حول أهمية الحب في حياة البشر وكيفية تكوين علاقات ناجحة. بص يعني أنا هسيب الكلام مفتوح لأن هم أكيد ليهم طلبة ليهم أسئلة كتير، إنما دايما أنا بركز على حاجة مهمة جدا، إن الحب ده مصدره الرئيسي هو ربنا، فأنا لو حبيت زي ما ربنا قال لي هحب صح، هصون، هحترم الطرف التاني، هاخد بالي منه، هحتويه، يعني زي ما بيقولوا كده بالبلدي بيعامل ربنا في الطرف التاني يعني، فلان دايما هو المصدر الرئيسي للحب. هو قال يعني احبوا بعضكم بعضا كما احببتكم انا، طبعا دي عمرنا ما هنقدر نوصل للكمال بتاع ربنا، ولكن لازم نحب على الاقل باضعف الايمان زي ما ربنا بيحبنا. فدايما ببتدي بده لان هو ده مصدر الحب. الاعلام بقى نتكلم عن الطلبه والمستقبل والتدريب والمهارات وايه المفروض يتعمل، والطالب اللي عايز يعني يتجه للاذاعه هيعمل ايه، واللي عايز يتجه للتلفزيون ممكن يعمل ايه، الصحفي هيروح فين، يعني على قد ما اقدر هنقل كل اللي ربنا قدرني عليه من خبره للطلب. قطاع خدمه المجتمع وتنميه البيئه مع قسم الاعلام بكليه الاداب مع اسره من اجل مصر المركزيه النهارده بتنظم منتدى او بتنظم ايفنت يمس الشباب قوي. كلنا بنشوف شكل الاسئله اللي بتوجه للاعلام الكبير اسامه منير، النهارده جايين نقعد معاه وجها لوجه ونتواجد في مساحه مع الشباب، لان مش هنتكسف ان احنا نسال الاسئله او نسمع الاسئله من الشباب، لان اذا اتكسفنا النهارده يبقى فعل سلبي بكره. فالنهارده بنواجه مواجهه صريحه مع الاستاذ اسامه وهيرد على الاسئله اللي هتتعرض له بايجابيه شديده. النهارده ندوه الاعلامي الاستاذ اسامه منير الحب حياه، زي ما حضرتك اتفضلت وقلت استاذ اسامه اعلامي بيتفاعل مع الشباب، له قاعده جماهيريه عاليه مع الشباب. عايز اقول كمان ان هو خريج جامعة عين شمس وابن للجامعة وخريج تحديدا كلية الآداب، وبالتالي احنا حبينا ان احنا نتواصل مع نماذج ناجحة إعلامية ناجحة اتخرجت من الجامعة وتحديدا من الكلية منذ سنوات ماضية، على اساس ان ندي ولادنا طاقة امل، فرصة طبعا ان هم يتحاوروا معاه ويشوفوا خبراته وتجاربه وطرقه في النجاح، وايضا ان احنا نديهم طاقة امل انه يعني من يعمل يصل ومن يكد ينجح. استمرت الندوة لمدة ساعتين، ناقش خلاله الإعلامي أسامة منير الكثير من المشاكل التي يقع فيها الشباب والفتيات، وقدم نصائحه لهم من خلال خبرته في الاستماع للكثير من الأطراف على مدار 20 عاما. هي الندوة كانت حلوة جدا طبعا، كانت مفيدة لينا كطلبة إعلام وكشباب برضو عن موضوع الحب وكده، بس أكتر حاجة استفدتها في مقاومات المذيع الناجح طبعا عشان احنا في طلبة إعلام، واستفدنا طبعا عن الحب وكده وازاي ان احنا نفكر بعقلنا وبقلبنا. الندوه النهارده بصراحه كانت رائعه جدا باستضافه الاعلامي الشهير اسامه منير، كان بيكلمنا عن الحب حياه وقيمه الحب ازاي في حياه كل شخص فينا. الكليه كل فتره بتعمل لنا ندوات وبتجيب اعلاميين يعني يساعدونا كده في المجال وبيعرفونا ازاي نكون مذيعين ناجحين وكده، والنهارده الندوه كانت حلوه جدا واستفدت كتير جدا من الاستاذ اسامه منير وعرفنا ازاي ان احنا نبقى مذيعين شاطرين. أسئلة عدة جاءت لضيف الندوة حول الطريقة التي يمكن بها لطلبة كلية الإعلام الالتحاق بالقنوات التلفزيونية والإذاعات، وأجاب عن ذلك بقوله إن الرفض دائما يسبق القبول والفشل يسبق النجاح، ودعاهم للتجربة والمحاولة أكثر من مرة. جميل إن الجامعة تعمل أنشطة متنوعة مفيدة للطلاب. النهاردة جامعة عين شمس استضافت الإعلامي أسامة منير علشان يتكلم مع شباب وبنات الجامعة حوالين الحب والطريقة الصحيحة للعلاقات، وكمان جاوب على أسئلتهم الكتير في المساحة دي. في نفس الوقت الضيف قدم نصايحه لكل حد حابب يشتغل في مجال الإعلام. من جامعة عين شمس فريد إدوار، سي تي في. في النور الحقيقة تبان. مشاهدينا اهلا بحضراتكم معنا مره تانية في النور، بيشرفني وجود الاستاذ محمد ناجي وكيل وزاره التموين ومستشار وزير التموين لقطاع التخطيط. اهلا بيك استاذ محمد. اهلا بيك استاذ ايهاب وبالساده المشاهدين وبكل القائمين على القناه. اهلا بحضرتك. أهلا استاذ محمد، يعني بدايه كده قبل ما اسال اسئله تفصيليه، حضرتك يعني كمواطن مش ملاحظ معايا انه ما زال شكوى عدد مش قليل من المواطنين من التعامل
مع الوزارة بأكتر من شكل. طبعا هو احنا لازم نقول انه الهدف الرئيسي انه الوزارة بقى بتقدم خدمة كبيرة قوي للناس، وبقت في ظل ارتفاع فظيع في الأسعار بقت الناس بتجري عايزة تثبت أولادها على البطاقة وعايزة تطمن ان السلع موجودة و لكن ده أفرز لنا مشاكل كتير، من إضافة المواليد، من اللخبطة في السيستم، أعضاء كانوا موجودين واتحذفوا وبعد كده. ايه تقييم حضرتك للقصه دي، وهتخلص امتى عشان نبتدي نشتغل بقى عادي، يعني نشتغل طبيعي الشغل العادي بتاعنا؟ هو فعلا يمكن الشكوى دلوقتي اللي موجوده على الساحه اللي هو من عمليه تحديث بيانات البطاقه، اضافه مواليد، يروح يلاقي البطاقه بتاعته وقفت، يروح يلاقي البطاقه بتاعته الاعداد بتاعتها نقصت. بس دي ليها عوامل كتيره، يعني ليها عوامل كتيره. من ضمن الحاجات اللي كانت برضو أو الأسباب اللي كانت بتؤدي إلى وقف البطاقة، بطاقة من محولة من محافظة لمحافظة، فلما خدت البيانات وزارة الإنتاج الحربي وجدت أن البطاقة دي بتصرف هنا وبتصرف هنا، بعض البطاقات مش كلها ولكن معظمها، فقالت لك نوقف البطايق دي لغاية ما نظبط قاعدة البيانات. واحد بتتوقف هنا وهنا ولا بتتوقف هنا وهنا؟ في كله طبعا، لان انا شرفني بيصرف منين، ففي نوع من العقاب كده على الشهور اللي اتصرف بيها اكتر، نوع من الكنترول من التحكم. بعد كده برضو ايضا عمليه الفصل واستخراج. احنا برضو يا فندم قبل ما نسيب النقطه دي لازم نناشد المواطنين، يعني لازم وزاره التموين يبقى لها فيلرز، يبقى لها منتجات اعلاميه بسيطه، يبقى لها مش هقول اعلانات لكن اعلامات في الراديو في التلفزيون بنناشد المواطن انه في 79 مليون دلوقتي بيستفيدوا من البطاقه، 22 مليون بطاقه، 70 مليون مواطن. يبقى اذا احنا انت يعني عدد عدد كبير، حاجه مش من حقك عشان دي هتضر واحد تاني في الوطن ليك بالظبط، انت ما تاخدش وتخزن بالظبط وهو مش لاقي بالظبط. تاني برضو فصل واستخراج من والديه، برضو نبص فوجئنا ان برضو نتيجه يعني مشكله ما مع شركات او خلافه، نلاقي انها كانت بتصرف هنا وبتصرف هنا، لان برضو العدد كبير 22 مليون بطاقه ب 70 مليون مواطن، فكانت بتحصل فيه لخبطه في قاعده البيانات. بالاضافه الى اني خدنا فتره من الفترات كانت البطايق بتتسرق وبالتالي كان بيطلع اكتر من بطاقه، فازدواجيه البطاقه، يبقى بطاقه مسروقه السارق بياخدها ويروح نطلع بطاقه للراجل التاني فتقوم تصرف. بس حضرتك يعني المشكله دي احنا مش بنحاسب على عدد البطايق، احنا بنحاسب على اللي تسجل عندنا في السيستم انها صرفت ولا لا. في البدايه كانت العمليه يعني بقى ايه فيها صعوبه شويه نتيجه السرعه ونتيجه كثره الاعمال في البطاقه، كان بيبقى صعب اكتشافها شويه. فالحاجات دي كانت بتؤدي الى إيقاف البطاقة. بعد ما خليتها الإنتاج الحربي وبرضو بالتعاون مع الرقابة الإدارية أصبح فيه أندر كنترول، تحت المراقبة وتحت التحكم لقاعدة البيانات. فابتدوا بقى الوقت بقى إيه، يعني أنا أعتقد أن الوقت وصلنا يمكن ل 80% من قاعدة البيانات سليمة. ال20% هم دول اللي فيهم شوية لخبطة، اللي هم المحولين، الازدواجية، البيانات غلط احيانا برضو. المواطن بيكتب اسمه الرباعي، هو المفروض الاسم الرباعي بالظبط، ومثلا صلاح الدين يبقى مثلا صلاح الدين كذا 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 الاسم رباعي معايا، فاحيانا بيحصل الاسم الرباعي فيه غلط، الرقم القومي بتاعه برضو فيها خطا، ارقام الاسماء المستفادين برضو لازم يكون الاسم رباعي، لان كان مواطن بيستسهل يكتب 3 أسماء وخلاص معايا، يكتب بسرعه كده روح كاتب ارقام الرقم القومي غلط، فاي خطا ما في البطاقه بيؤدي الى مشكله. طب وليه الموظف اللي بيوقف الناس طوابير وبتقعد ايام وشهور عشان ياخد ورقه ما ينبهش المواطن ان الاسم مش رباعي او يراجع الرقم القومي يقول له؟ عندما ظهرت هذه الظواهر السلبيه، اللي مع الوزير كان يمكن عمل اكتر من اجتماع، وحتى كان عامل اجتماع كبير قوي في مدرج في جامعة القاهرة في كلية التجارة، سجلناه وزعناه. مظبوط، زعناه يوم لما قال احنا ما عندناش اي هدف ان احنا نعطل الناس او ناخد وقت طويل في الاجراءات، مش كده؟ ده امر بتشكيل مجموعات عمل من ديوان عام الوزارة نفسها، اي من كل قطاعات الوزارة، ان هي تنزل تعمل تحت عنوان جميل اللي هو المواطن اولا، او دعم المكاتب في ان مجموعات العمل اللي جايه من الوزاره دي تقعد تستقبل المواطنين وتتلقى شكاويهم وتبتدي تحاول تحل ما يمكن حله من مشاكل وتوعيه المواطن.
وانا اعتقد ان الامور ابتدت ايه تاخد طريقها الى الوضع السليم. وطبعا حضرتك صرحت بانه 20% لسه فيهم مشكله، ده عدد كبير مش قليل، ان 20% ده بنتكلم لو كان المستفيدين بيزيدوا على 70 مليون يبقى انا على البطايق. يعني انت مثلا قول 2 مليون بطاقه، يعني برضو ما هو ده 2 مليون اسره، فعدد عدد كبير. من ضمن المشاكل برضو اللي ظهرت مؤخرا مشاكل اوراق استخراج بدل الفائد. ايوه، ايه كنه المشكله دي وايه طبيعتها وايه وليه ملخبطه كده؟ سؤال جميل قوي. اللي هو بدل الفائد، بدل الفائد ولا التالف؟ يا ريت الاثنين. نمسك مثلا بدل التالف. بدل التالف لاني برضو سوء استخدام للبطاقه طبعا. لان البطاقه دي عباره فيها بتاع سيم كارد اللي هي الجزء الذهبي ده المغناطيس دوت، فاهمني؟ طبعا نتيجة ان انت بتضربه 31 مرة في الشهر، مرة للتموين و30 مرة في الشهر او 32 في الشهور، فالبتاع دي بتتاكل بتتلف، فبيضطر ان هو يعمل بدلها بدل تالف. احنا طبعا المفروض احنا كمواطنين نحفظها في كيس لوحده وتتساب في مكان، تبيع على التلفزيون، تبيع على مش عارف الموبايل، بعيد عن الاجهزه المغناطيسيه. بالظبط. وفي نفس الوقت كمان البطاقه ما بتطلعش غير لما بستعملها، مش بدبها في جيبي ولا بتنيها مع فلوس ولا بعمل اي حاجه، تبقى مكسره. يعني انا شفت بطاقه مكسره، طب ايه اللي كسرها؟ تمام. فهو سوء استخدام لكثرة استخدام. هل بدل التالف او بدل الفائد ده بيتاخد فيه مبلغ نظير لتقديم الخدمه دي؟ اللي هو بدل بس فيه، يعني لو خلال السنه ما بيدفعش، لو كان عامل حواله بريديه خلال السنه ما بيدفعش، لكن اكتر من سنه بيدفع 20 جنيه اللي هي حواله بريديه. خلال السنه بتاعت ايه؟ يعني ما هو كان عامل حواله بريديه وما عداش عليها سنه فتستخدم خلاص. لكن عدى عليها سنه خلاص يعمل حواله بريديه. هو الحقيقه ده عدل برضه لما الانسان المواطن يحافظ على حاجته ما يغرمش، لكن لما يعني الانسان يبقى في اهمال دايما. استاذ ايهاب، اي عمل، وده عمل يعتبر جديد لينا، النظام العمل الالكتروني دوت واستخدام البطاقه والذكيه في الحاجات دي، اي عمل بيبدا بيكون برضه بيقابله او يصادفه اخطاء. بنبتدي احنا ايه، الوزير طبعا بيعالج الاخطاء ديت. يعني هو مثلا الاخير اصدر اللي هو القرار التوجيه 30 لسنه 2018 اللي هو التظلمات اللي احنا قلنا عليهم شويه، اللي هم القليلين دول اللي هم متضررين من فقال لك لا، اكتب تظلم وارفقه وخلال 15 يوم تكون المشكله بتاعتك اتحلت. تظلمات من اي مشكله في البطاقه او عدم، يتجه الى مكتب التموين ويسحب استماره التظلم ويرفق فيه بالمستندات الداله على صحه كلامه ده مجانا. ده مجانا خالص. يعني لو مثلا البطاقه بتصرف تموين ما بتصرفش عيش او العكس، اي او اي مشكله تقابله يتجه الى مكتب التموين يسحب التظلم ويكتب تظلمه. طب بالنسبه لاضافه المواليد بقى استاذ محمد، يعني اضافه المواليد ايه العائق طبعا احنا قعدنا فتره طويله ما بنضيفش، وده حقنا كدوله علشان الناس بتقعدش تخلف والدوله تشيل، لكن لما فتح اضافه المواليد ليه كثير من المواطنين واجهوا صعوبات في هذه الاضافه؟ لا هم واجهوش صعوبات، هي بس عشان الضغط مع قله اعداد الموظفين في المكاتب، ده عمل ضغط رهيب برضه، ونتيجه برضه قله الموظفين في المكاتب ادى الى التكدس اللي حضرتك شايفه دوت. احنا شايفينه فعلا على الشاشه وشايفين الطوابير، لكن يعني عايز اقول ايه، ليه ما تبقاش المهله كافيه بحيث ان انا مش لازم كل الناس تيجي اول يوم، اللي يجي يلاقي الدنيا عامله كده. ما مع الوزير عالج الموضوع ده علاج جميل جدا، ان هو ادى 3 شهور وقال لك ان من الزيرو كل اسبوع البطايق اللي بتبدا من الزيرو، تاني اسبوع البطايق اللي بتبدا من الواحد، تالت اسبوع اللي بتبدا من الاثنين، بحيث ينظم العمليه دي. وبعد كده ادى برضو كمان اسبوع تاني زياده، وبعدين برضو التظلمات تعتبر امتداد للعمليه دي. تظلمات امتداد لعمليه اضافه المواليد وتحديث البيانات لو حصل فيها اي مشاكل ظهرت يعني. بالظبط. طيب يعني من ضمن المشاكل الفنيه بقى بالنسبه لي انا كمواطن، مساله سوء توزيع السلع. يعني السلع كتير منها او بنسبه كبيره الاساسيه السلع الاساسيه متوفره، لكن تبص تلاقي ايه، تلاقي مثلا اول يومين في الشهر الناس تجري وبعد كده يقول لك لا خلص. لا لا لا، السلع اللي هي سلع تموين على البطاقه التموينيه. لا لا، ازاي ده كل واحد بياخد، بالعكس ده لا توجد شكوى واحده عن نقص السلع الاساسيه
اللي هي ما عدا الارز طبعا، الارز هو اللي فيه نقص لكن السكر والزيت والرز والسكر والزيت والمكرونه والامور التانية. احنا الفتره خالص. اللي فاتت كان ما بيبقاش فيه خالص فول في التموين، ايه السبب في الموضوع دوت لدرجه انه غلي قوي في اكل الغلابه يعني؟ بص يا استاذ ايهاب، الشعب المصري ليه تراث قديم مع البطاقه التموينيه اللي هي سلعه السكر والزيت. تمام. بعد كده هم كانوا الاساس اصلا من بدايه انشاء وزاره التموين كانت هي سلعه السكر والزيت. واضيفت اليها اضافات اخرى الى ان وصلت لاكثر من 55 سلعه. فالمواطن كل همه السكر والايه والزيت. بعد كده كان بياخد الرز، كان بعد كده بقى المكرونه، بعد كده الشاي، بعد كده الفول، العدس، الجبنه، حاجات كتيره يعني كانت بتبقى تضاف على البطاقه. فاحنا اهم حاجه عندنا اللي هم اكتر من سلع دول اللي هم 3 4 سلع الاساسيين اللي هو المواطن يعني ايه بقى ايه مهتم بيهم اشد اهتمام، ولا يخلو بيت مصري ما يستغنى عن هذه السلع. انا شفت مسلسل، يعني هو المسلسل من اوائل الالفينات بس كان في الصعيد يعني، فلقيت ست البيت بتقول جمله جميله قوي، حلمت ان احنا نرجع نستعد. يا بنتي احنا ما بنشتريش حاجه من بره غير الشاي والسكر اللي هو الحاجه اللي ما ينفعش تتعمل في البيت. ده معناه ان هي مكفيه بيتها سمنه، لحمه، فراخ، بيض، جبنه. ده كان دي اجابه للسؤال بتاعه ارتفاع الاسعار. ما انا يمكن متهيألي قلت في القناه دي قبل كده او في قنوات اخرى ان فعلا عمليه ارتفاع الاسعار ان لابد ان تعود القريه منتجه تاني. صحيح. يعني انا وانا صغير كنا بنتكاسف اروح اشتري العيش. اشتري العيش اللي هو العيش دوت الخبز ده اللي كنت بكسف اشتريه، كان عندنا لما اخذ البيت مليان تدواتي فراخ وبط ومش عارف ايه ووز وحاجات. من فين حضرتك؟ من محافظة ايه؟ اسيوط. اسيوط. جميلة طبعا، ولسه محافظين بنسبة كبيرة. انا كنت هناك لسه من اسبوع، كنت في ابو تيج وشفت ازاي الناس لسه محافظة فعلا على الخير اللي موجود. من يعني من قرية اسمها ابو الهدر. فكان عيب جدا جدا نروح اشتري العيش. تدواتي كان الفراخ تخش تلاقي كده ستي وامي مربين الفراخ. صحيح. والبط ومعاها بقى البيض، الفراخ البلدي كمان. مش حاجه البيضه اللي ما كناش نعرفها وجود لما اخذ المواشي في زريبه نقول عليها الحوش. فكانت القريه منتجه. صحيح. ده كانت القريه بتصدق لما الواحد بيكون مثلا جاي القريه جاي المدينه يبقى فرحان ان هو جايب له معاه السمنه والبلدي والبيض والبتاع. لكن اصبح دلوقتي بتاع القريه مستني بتاع المدينه لما ياخد له حاجات معاه. فلا بد ان تعود القريه منتجه، لابد أن تعود القرية منتجة تاني. الست الريفية لابد أن تعود الست الريفية اللي كانت منتجة. طيب عايز أسأل حضرتك أستاذ محمد على بعض السلع زي ما حضرتك تفضلت اللي هي مقنن صرفها للمواطن. دي مش ممكن مواطن واحد يروح يقول أنا ما لقيتش اللي هي السكر أو الزيت أو الرز، لأنه مش من حقه. ما عدا الرز حاليا ما فيش. ماشي، يعني خلينا في المكرونه والحاجات دي كلها. طيب لكن السلع الاخرى اللي بتاخد بيها الفرق، يعني هي فرق نقاط الخبز، نقاط الخبز او اجزاء من التموين. ايوه. ليه مثلا يعني حره بمعنى ان الوزاره ملهاش رقابه عليها؟ لا ليها رقابه عليها، بس ايه بقى يعني ايه؟ يعني انت تروح تاخد مربى، تاخد تونه، تاخد جبنه، تاخد بالمبلغ المتبقي لك سلع حره. طب ما هو سؤالي هنا استاذ محمد، مش مسعره جبريا. استاذ محمد ناجي. أيوة. وكيل وزاره التموين، سؤالي هنا طب. ازاي انا كوزاره اضمن ان المواطن اللي هيروح يصرف يوم 30 في الشهر التموين بتاعه يلاقي اجزاء من هذه السلع، مش يوم 3 في الشهر يتقال له تونه مفيش، مكرونه مفيش؟ لا لا لا، هقول لسعادتك ليه؟ لان هذه حره، فمن مصلحه التاجر ان تكون هذه السلع متوفره. ما هو بيخلصها في اول كام يوم وخلاص. لا 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 لا، انا لم نسجل شكوى واحده يا فندم. لا انا حضرتك يعني سيبك من الشكاوى، انا بقول لك اللي انا بشوفه بعيني راسي، مش بقول لك كلام يعني ما اعرفش اذا كانت الناس اشتكت او ما اشتكتش. حضرتك روح عند اي منفذ للتموين يوم 3 او 4 في الشهر، هتروح تلاقي يقول لك السكر هنكتب لك ورقه، الرز مفيش اليومين دول، تونه مفيش، مكرونه مفيش، مش عارف ايه مفيش، مش جبنه مفيش، مش عارف ايه مفيش. ليه؟ يقول لك الناس طلعت اول 3 4 ايام على الفتره الماضيه. ممكن يا استاذ ايهاب، لكن بامانه الله لم نسمع عن هذا ابدا،
والسلع الأساسية اللي هي السلع المسعرة جبريا في التموين موجودة، والسلع الحرة اللي حضرتك بتتكلم عليها دقات الخبز دي موجودة، ما بياخدها من عند أي حد. ممكن ياخدها من أي حد، مش من مش عند بقال واحد، من اي بقال يجيب. وبعدين دلوقتي احنا برضه بس بقال يكون عنده المكنه بتاعت التموين. أيوة. وبعدين خلي بالك البطاقه الزكاري فري حره، ياخدها من اي بقال في المحافظه. هو عدى على السين ما لقاش عنده، يروح لصاد، يعني يروح للبقال التموين بتاعه يقول له هات التموين بس. البقال بتاعه هو ملهوش ده، مش هو دلوقتي ما بقاش مربوط عليه. يعني دلوقتي ممكن اي حد عايش في محافظه تانية في اي في نفس المحافظه. نفس المحافظه. طيب في نفس المحافظه، يعني مثلا واحد عايش في المعادي ياخد من بقال في شبرا. لو طبعا محافظه القاهره. طبعا محافظه القاهره. أوكي. ياخد كل حاجه، التموين وفرق العيش وكل حاجه عايزه. يعني يبقى اذا المواطن لما يلاقي الدنيا هنا زحمه او السلع هنا، لما يسال عليها الاول يلاقي اللي هو عايزه مش موجود، يروح لاي يروح لحد تاني. البطاقه فري حره. طيب عندي سؤال تاني حوالين الرسم اللي بي بي بيتوزع اجباري كده على البطاقه، ايه هو ده بقى ولماذا بيختلف من شخص للتاني ومن عدد افراد للتاني ومن حي للتاني؟ انا مش فاهم السؤال ده يا استاذ ايهاب. يعني حضرتك لما بتروح تصرف التموين ما بيقولكش بالظبط انت بتاخد باللي ليك، لا بيقولك البطاقه عليها 5 جنيه عليها 4 جنيه عليها 6 جنيه. لا في شيت بيطلع كده، في بون كده بيطلع، والقرار الوزاري يعني جرم عدم اعطاء بول للمواطن. كويس. وبننزل عليهم وبنمسك ناس كتيره بالطريقه دي. تمام. بيجي يقول له انت خدت قد كده زيت، واخدت قد كده سكر مثلا، واخدت قد كده مكرونه، او خدت قد كده شاي، يبقى قد كده الفلوس اللي بياخدها الفرق دي. ممكن يكون هو خد اعلى، لان انا الفرد ليه 50 جنيه. اوكي. الفرد ليه 50 جنيه، فممكن خمس افراد 250 جنيه، فالراجل ابتدى ياخد حاجات ب 255 او ب 260، يعني ياخد منه ال 10 جنيه. يعني افهم من كلام حضرتك ان بقال التموين او السوبر ماركت او اي حد عنده الجهاز بتاع وزاره التموين مش المفروض ياخد ولا مليم على البطاقه؟ لا افرض خد، افرض المواطن خد. لا سيبك من المواطن دلوقتي، احنا بنتكلم على ان البطاقه عليها 6 جنيه، البطاقه عليها 4 جنيه، البطاقه عليها 10 جنيه. ده ايه؟ لا هو ما فيش ويوريك ورق ويوريك قرارات من الوزارة بده. لا هو فيه اللي هو معونة الشتاء بس، بتتراوح من 50 ل 75 قرش، في بعض محافظات بتخليها 50 وبعض محافظات بتخليها 75 قرش. وحضرتك يا فندم، حضرتك البطاقات اللي بتشوفها بعينك بتتصرف ما بياخدش ولا مليم غير ال 50 و 75 قرش؟ ما انا عايز اقول لسيادتك حاجه، مش عايزين برضو نعيش في برج عاجي ونبعد عن الناس. هو انا مؤاخذه احنا ملائكه؟ لا يا فندم مش هو يعني التجار دول ملائكه؟ لا مش بتكلم على النسبه، بنعمل لهم المحاضر. ايوه بس النسبه قد ايه؟ ده اصبح هو السائد. ما فيش، انا ما شفتش حد قال لي انه ادى بطاقه تموين لحد ما خدش عليها ولا مليم، ما شفتهاش دي. هو الشيت البون اللي بيطلع بالاضافه الى معونه الشتاء، ازيد اي حاجه غير كده يتصل بينا ويبتدي، واحنا ننزل نعمل وبنعمل محاضر كتيره، احنا بننزل نعمل محاولات. طيب احنا بنعمل محاولات وبنمسك التجار اللي هم بيدوا. طب يا جماعه يعني احنا مش دعاة مشاكل، لكن اي مواطن بناء على تصريحات استاذ محمد ناجي يروح يصرف التموين او فارق نقاط الخبز، يقدم بطاقه التموين للمكنه دي ويتقال له البطاقة عليها 4 جنيه عليها 7 جنيه عليها 10 جنيه، يتصل بأرقام الشكاوى بتاعت وزارة التموين. في أرقام قصيرة أو ساخنة أو كده؟ مش متذكرة، مش حاضرة في ذهن حضرتك، لكن يعني يجيبها من على النت ويتصل. يجيبها من على النت ويتصل. ما أرجو إن عندك جهاز حماية المستهلك، ده أنت عندك أكتر جهاز. أرجو بس ما يكونش دوت ما يكونش ده في مشكلة لكل البقالين. الحقيقة ده بنشوفه عند كتير جدا من الناس. طيب عايز اسال حضرتك برضو على ايه موضوع حذف المواطنين من البطايق طبقا لمنظومه الدخل، هل دي حقيقه ولا اشاعه؟ لا طبعا اشاعه. هو بص بقى عشان يعلم المواطن جيدا، ايوه البطاقه بينظمها قرارات وزاريه. القرار القديم ان اللي عايز يعمل بطاقه لاول مره اسمه استخراج لاول مره، ما يكونش ليه بطايق خالص وعايز يروح يعمل بطاقه تموين. تمام فقال لك ايه بقى، ايه دول اسمهم خمس فئات اولى بالرعايه. اللي يكون موظف مرتبه 1500 جنيه تمام، معاش 1200، خلي بالك من الحته دي عشان ما يزيدش على الارقام دي. ايوه في خلط. تمام.
أصحاب الأمراض المستعصية أو المزمنة التي أصعب شفائها والعياذ بالله. العمالة الموسمية، فلاح مش عارف نجار ابتدى سباك، عامل ترحيل، مزارع أجري، المرأة المعيلة. تمام، زود عليهم معالي الوزير في القرار القانون القرار الجديد بأن زود الاحتياجات الخاصة. تمام تمام، ده بالنسبة للبطاقة استخراج أول مرة. طب بتجيب منين بيانات تثبت أن المرأة دي هي المعيلة فعلا؟ من التأمينات. من التأمينات أن جوزها مش مسجل مثلا أنه بيشتغل، غير مؤمن عليه، ولا حد من أولادها مثلا. بالضبط. تمام تمام. طيب نيجي بقى لإيه، لحاجة تانية بقى اللي هي إضافة المواليد. إضافة المواليد راح على الشريحة شوية. قال لك لا، الموظف اللي بياخد 2500 والمعاش 2000. تمام، يعني على الشريحة شوية. مش 1500 و1200 ولا 1200، لا 1500 و1200 اللي هم ايه، لسه اللي هو هيستخرج بطاقة جديدة. لكن اللي ليه بطاقة وعايز يضيف الأولاد، لا ده انا هعلله الشريحة شوية 2500 و2000. طب وايه العلاقة ما بين إضافة المواليد وما بين المعاش؟ يعني واحد يعني ابن ابنه مثلا وما ضافوش قبل كده ولا ايه؟ ايوه، اضافه مواليد مش ابن ابنه، ابنه بس ما اتضافش. بس احنا جينا في وقت ما اتضافتش مواليد من 2006 لغايه 2015. ما كانش فيه مواليد اضافت، يعني لو كانوا موجودين ولم يضافوا من قبل، لم يضافوا من قبل. طب حضرتك يعني بالنسبه للي بيعمل بطاقه لاول مره، طبعا شيء عظيم جدا ان احنا نسمح للعامل الاجري والليبليوميه والصاحب المرض المزمن و لكن حضرتك مش معايا انه 1500 جنيه مرتب او 1200 جنيه معاش ده رقم زهيد جدا جدا. ما انت ما تنساش برضو يعني اعباء الدعم، اعباء الدعم اللي هي فاتوره الدعم كبيره شويه. فبرضو لازم يكون، وهم دلوقتي بيفحصوها ان هم عايزين يعلوها شويه، يعني يمكن مع الوزير كان يتكلم على اساس ان برضو ايه ممكن يرفعوها اكتر من 3000 او 5000 او حاجه زي كده يعني. طيب في تفكير في ذلك. عايز اعرف من حضرتك ايه خطط الوزاره لتجنب اي ازمات في انابيب البوتاجاز في الشتاء اللي داخل، وحضرتك مستشار الوزير لقطاع التخطيط. برافو عليك. النهارده كنا بنتكلم مع رئيسه الاداره المركزيه لتخطيط الاحتياجات، وقلنا ان احنا داخلين على موسم الشتاء، وموسم الشتاء يصحبه بعض الأزمات، أهمها اشتداد الطلب على سلعة البوتاجاز، وأهمها أن هناك مناطق سيول فبرضو بتحتاج العملية دي. أولا بالنسبة لسلعة البوتاجاز، في الصيف بتقل الكمية، لأن طبعا أنت معايا مش بيحتاج تسخين أبسط حاجة. أما في الشتاء بتجتمع لجنة البرامج في الوزارة، هي لجنة رباعية من وزارة الداخلية وزارة التنمية المحلية وزارة التموين وزارة البترول، وبترفع الـ 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 الحصص المقررة للمستودعات بنسبة 20% لمواجهة البتاع ده. ثم بالإضافة يعني الحمد لله احنا من سنة أو أكتر من سنة ما عندناش أزمة في البوتاجاز، نظرا لدخول السريع للغاز الطبيعي. أنا كنت لسه هسأل حضرتك، هل المناطق الكثيرة في الجمهورية مع المدن الجديدة اللي بيتم إنشائها اللي كلها دخول الغاز الطبيعي فيها إجباري، ده غير بقى الاختياري للمواطن بيتقال له المنطقة دي ممكن تقدم دلوقتي فبيقدم جري وبقت سهلة وسريعة، وحتى تكلفة العداد والمواسير والحاجات دي بتتقسط على يعني ما بيطلبش منه بلك او رقم كبير مره واحده. مظبوط. مش ده قلل الطلب عليكم شويه؟ تماما تماما. ده احنا من يمكن من اكتر من سنه ما كنا عايزين انبوبه البوتاجاز دي تختفي خالص، نتمنى ان شاء الله تعالى. انا بقول لك احنا يمكن من 3 سنين كده ولا اكتر كنا من 4 ما كناش بننام في الشتاء، لأن ضغط رهيب، وخاصه لما بيحصل تقلبات في الظروف المناخيه فاثر على ورود الغاز الصب، فبالتالي بيأثر على وفرة الأنبوبة. لكن من سنتين بالضبط كده الحمد لله يعني ما فيش أزمة بوتاجاز على الإطلاق. يعني أنت عندك حتى الجيزة، أنا كنت ماسك الجيزة قبل كده، الجيزة يمكن 60% أو أكتر من 60% من مناطق الجيزة دخلها الغاز الطبيعي. باستثناء بقى القرى اللي مش لاقيين، اللي ما كنا أصحاب المستودعات البوتاجاز كانوا ما يسيبوا الحصص بتاعتهم في الشركات، مش عايزينها، يودوها فين؟ مش بتتباع. ما في مش تتباع. لكن طبعا يعني الموقف بقى احسن مع وجود الغاز أحسن الطبيعي. بكتير. طب حضرتك قلت لي على موضوع الرز ده، هنحل مشكله الرز دي ازاي؟ وانت عارف ان دي سلعه اساسيه جدا
للمواطن المصري، ولما طلعت قرارات رئيس الوزارة بعدم الزراعة للمحاصيل الكثيفة الاستهلاك للمياه واللي من ضمنها الرز، جبنا هنا نقباء الفلاحين وقالوا لنا ان دي مشكلة كبيرة لانه مفيش رقعة كافية هتطلع انتاج اللي يكفي المواطن من الرز، وقد حقت توقعاتهم بان مفيش رز. هنعمل ايه دلوقتي؟ ده يتكلم فيها زراعة دي يا استاذ ايهاب. انا راجل بتاع رقابة. ده يتكلم فيها بتاع زراعة لان هو المسؤول عن الانتاج. يعني طب في حالة عدم وجود إنتاج مش وزارة التموين برضو مسؤولة قدام المواطن؟ طبعا احنا بص عندنا المجمعات الاستهلاكية، وأنا يمكن بشيد بدور المجمعات الاستهلاكية، والمجمعات الاستهلاكية يعني دي يعني أنا بقول دي البديل الأمثل للتسعير الجبري. يعني في ناس طالب بالتسعير الجبري، التسعير الجبري خلاص انتهى راحت أيام، ولكن احنا لابد من وفرة السلعة. وفرة السلعة هيخفض على طول اللي قانون العرض والطلب. اللي هو قانون الاقتصادي، ودي الفكرة اللي الرئيس دايما بيعتمد عليها لما بيدخل الجيش بيدخل الشرطة. مبادرات بتاعت وزارة التموين. فلأنه الوفرة السلعة هي الضمان الأساسي لانخفاض الأسعار. اللي هي قانون العرض والطلب، كلما زاد العرض انخفض الأسعار. فإحنا عندنا المجمعات الاستهلاكية يعني أتحدى أن أي واحد، وبعدين المجمعات الاستهلاكية التي أصبحت تـ 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 يعني أنا هقولك تبقى ندا بند للهايبر ماركت كمان الكبيرة. طبعا أتحدى أن أي واحد دخل وبلقاش أي سلعة تخطر على باله من السلع الغذائية في المجمع الاستهلاكي. وإن شاء الله تنتشر المجمعات في جميع مناطق الجمهورية. طيب يعني مسألة الحذف دي إيه معاييرها بقى؟ مسألة إن إحنا نحذف ناس من البطاقة بيطلع بالضبط. لأن هذا الملف، وبقول تاني هذا الملف من أقوى الملفات، وتفتكروا حضراتكم لما قلت لكم فاكرين زمان لما كانوا يقولوا فتك الميري هيجي الوقت بسرعة على مصر، فاكرين بعد 2011 تلكم كل الناس هتجري تعمل بطائق تموين وكل الناس هتجري تتعين في الحكومة، لو تفتكروا الكلام ده معايا والحاجات موجودة على يوتيوب، لأن هذا الملف ملف حيوي ويمس أكتر من 70% من الشعب المصري، فعليه مؤامرات كتير وفي إشاعات كتير من ضمنها حدوتة الحذف دي. يقول لك اللي هيخلف اكتر مش عارف من ايه هيتحذف، اللي مرتبه هيزيد عن ايه هيتحذف، اللي هيبقى يثبت ان عنده املاك ايه ولا مش عارف ايه هيتحذف. ايه المعايير اللي احنا ماشيين بيها في هذا الامر؟ نمسك ما انا قلت لسيادتك في بدايه الكلام ان هناك معايير لاصحاب البطاقات. ده الجديده، ان يكون موظف. ده الجديده، حضرتك تحدثت عن اللي عايز يستخرج بطاقه جديد. ايوه، لكن احنا بنتكلم على اللي عنده بطاقه شغاله بقى لها 20 30 40 سنه. ما انا قلت لسعادتك اسباب الوقف. اتفضل. يا اما محوله من محافظه لمحافظه وجدوا ان اللي بتصرف هنا وتصرف هنا. لا خلاص، اما احنا بنتكلم على فصل واستخراج من ابوه من هنا هنا. لا يا فندم، او هناك اخطاء في البطاقه في الاسم الرباعي او احد اسماء المستفيدين او الرقم القومي دوت. لا او حتى هنفترض يا فندم ان كل الامور دي ماشيه وسليمه. الموبايل برضو. ايه الموبايل دلوقتي احنا بنتعامل بالموبايل، رقم التليفون، رقم التليفون. ايوه. يروح يسيب رقم الموبايل بتاعه بس اللي مسجل في الشركه. لاني برضو من ضمن الاخطاء القاتله ودي اللي زودت التكدس امام المكاتب. ان الواحد يروح يبلي مثلا ايه الرقم بتاع واحد جاره او رقم بتاع ابنه او راح مش عارف بتاع مين او رقم مش متسجل، مش متسجل في الشركه، يعني مش متعاقد عليه. برافو عليك. لازم يكون المتعاقد عليه الرقم اللي بتتباع على الرصيف دي، اللي بتتباع على الرصيف دي وما اكثرها. ما هي دي اللي جابت اللخبطه تماما. ده برضو يوقف البطاقه، توقف البطاقه، لان اذا هنا في خطا ما. طيب لو افترضنا نبتدي نرجع نشوف الخطا ده جه منين. لو افترضنا ان كله ماشي كويس والمواطن بيصرف وما عندوش اي اخطاء ولا تمام، اي مشاكل. تمام. هل في تفكير في حذف بعض المواطنين ابدا لتخطي دخولهم ارقام معينه او لانه ترقى في شغله او لانه ولاده في مدرسه خاصه؟ لا لا، طالما ان ده الكلام اللي احنا سمعناه من الوزير. طالما ان راجل ليه بطاقه ده اصبح حق مكتسب ليه، صعب ان احنا ننتزعه منه. يعني مفيش اي نيه لهذا الفكر. طيب اخر سؤال بقى اتفضل. عايز اسال حضرتك، طبعا انا كنت اتمنى يعني ان يكون عندي وقت اكلم حضرتك عن قدرة الوزارة على الرقابة على أسعار الخضار والفاكهة يعني في العموم، لكن يعني خليني نتكلم أحسن برضو في نطاق تخصص أكتر. فكرة ضبط قضايا مش قليلة فيها مسؤولين في الوزارة أو متعاملين معاهم
بياخدوا بطايق ليهم، بيصرفوا بطايق، بيقولوا للناس البطايق دي مش دلوقتي، لسه ما جاتش من الوزارة، ويكتشفوا ان اكتشف الرقابة الإدارية تكتشف ان عايز حضرتك تقول الفساد في المكاتب التموينية. اللي بص يا استاذ ايهاب بامانه، بس عشان نتكلم بصراحه، اني مش بس في المكاتب بقى، احنا بنتكلم بشكل عام بقى، في المكتب، في المكان اللي بيطلع منه البطاقه، في الفرن، في الماركت اللي هو بيخبي بطاقته باي شكل. البطاقة. عايز تقول العنوان كده استخدام البطاقه في تربح بطرق غير مشروعه. بالظبط كده، مش كده برضو؟ اولا احنا لو اتكلمنا عن المكاتب اتسرقت كتير قوي. اتسرقت، يعني احنا يمكن الواحد بيصبح الصبح كده يتصل ادى الحق ده مش عارف مكتب مين اتسرق ومكتب اتسرق واللي مين اللي اتاخدت منه البطايق، لان هم بياخدوها طبعا بيروحوا يضربوها عند بتوع عند بتوع الفران. في حاجه تانية كويس حضرتك برضو نبهتنا ليها وننبه الساده المشاهدين، ان احنا بنقول له البطاقه دي زي الفيزا كارت بتاعتك، زي بطاقه الائتمان بتاعتك اللي بتقبض بيها مرتبك، هي زيها بالظبط، ما تسيبهاش للبقال التمويني، لان هو البقال يجي يقول له بقول لك ايه انت ايه هتقعد تشيل بطخه ما تسيبها هنا، ويروح واخدها بعض البقالين يروح يتعاملوا مع اصحاب المخابز نتيجه مبلغ معين ويروح ضارب بيها، لان هو لما بيضرب صاحب المخبز البطاقه هنا ويضرب 20 رغيف او 30 رغيف او 15 رغيف بتترجم اوتوماتيك ليه فرق دعم في السلع في البنك. حسابه بيعلى. ايوه فاهمني؟ تمام. ولا خبز ولا عمل ولا 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 تكلف، ووفر دي جاف راح باعه في السوق السوداء وخد فرق دعم كمان تاني 52 قرش في الرغيف. هل استطعنا ان احنا مظبوط ده كل يوم ضبط مخالفات وقفل مخابز كتير. طب هل احنا يعني يوميا اخيرا كده، هل حضرتك شايف باعتبار حضرتك برضو بتاع رقابه زي ما انت قلت، هل حضرتك شايف ان احنا محتاجين موظفين اكتر ولا محتاجين ضمير اكتر ولا محتاجين رقابه اكتر ولا محتاجين وعي من المواطن اكتر؟ ايه اللي ناقصنا؟ والله انا دايما اقول يا استاذ ايهاب ان الحمايه الذاتيه هي اقوى من اي حمايه، بجانب حمايه الدوله، بس حمايه الدوله تكون بنسبه مثلا 10% وتكون 90% لحمايه المواطن، ان يحمي المواطن نفسه بنفسه، يعني يبقى عارف الذاتية. هو ليه كام وخد بعيش قد ايه بالزبط. والفرق يتحول سلع قد بالزبط. ايه وليه المره دي نقص وليه المره دي زاد بالظبط، وفين الشيت؟ طب انت لقيت مشكله، طب يا عم انت راجل مش هتعرف كل ده وانت حاسس ان انت مظلوم، عندك ده انت عندك المكتب في قريه واداره في مركز ومديريه في محافظه ووزاره في العاصمه وعندك مباحث التموين وعندك جهاز حمايه المستهلك، يو ده 500 جهه ما تلجا للحاجات دي، اتصل بالتليفون ما تطنش وتقول ما انا اشرفني انا من الوقت، انا احلى شغل كنا بنجيبه لما حد يجي يبلغ. صحيح صحيح، المواطن هو اللي بيبقى في الحدث نفسه بيجي يقول لك كلام ويوصف لنا المكان، بنروح نلاقي القضيه جاهزه مؤشره بناخدها. بشكرك جدا يا استاذ محمد، نورتنا. انا بشكرك، وكل سنه وحضراتكم طيبين. كتر خيرك، كل سنه وحضرتك طيب عشان مولد النبوي كمان، كل سنه ومصر كلها، كل سنه وحياتك طيب، لان عيد قبطي هو عيد مصري، عيد مسلم هو عيد مصري. كل سنه وحضرتك طيب. استاذ محمد ناجي وكيل وزاره التموين ومستشار الوزير لقطاع التخطيط. فاصل قصير، شرفنا ضيفنا القادم في النور في موضوع خدمي اخر يخص المواطنين، خليكم معنا.